الآن موجز الحديث عشر يأتيكم من ميسات، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة أبيدجان بكوتيفوار في ثالث محطة لجولته الخارجية والتي شملت غينيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن أن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، مضيفا أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كل من كوتيفوار والسنغال بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر. يلقي اليوم رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للعالم في احتفالية منظمة العمل الدولية بالذكرى المئوية لتأسيسها ومرور 60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة. هذا وتتزامن الاحتفالية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 من أبريل عام 1919، والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية الذي أصبح جزءا من معاهدة فرزاي التي وقعت في 28 من يونيو من عام 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى. طلب وزير النقل المهندس كامل الوزير الشركات المصرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في منظومة السكك الحديدية. جاء ذلك من أجل استعراض الفرص المتاحة أمام هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية في منظومة السكك الحديدية. وأكد الوزير أن المجال يشمل إلى جانب مشروعات تجديدات السكك الحديدية تنفيذ مشروعات أخرى، موضحا أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في هذه الأعمال. أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني إيمانه المطلق بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية. وحذر الجهاز من تطورات الأحداث في اتجاهات سالبة تتجه نحو التخريب والنهب والترويع. كما دعا المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل. وأكد الجهاز على قدرته على تأمين البلاد وحماية مكتسباتها بالتعاون مع كامل المنظومة الأمنية، مشددا على أنه مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين. ورياضيا، يحل في 5:30 مساء أن فريق الزمالك ضيفا على فريق المصري البورسعيدية ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز. هذا ويسعى الزمالك لاستعادة الصدارة بعد أن تراجع إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، فيما يدخل المصري المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 42 نقطة. نهاية الموجز، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.